اهلا بكم في الحلقه الاولى من سلسله صحح لي، السلسله اللي احنا هنعالج لك فيها اشهر واخطر المشاكل الموجوده عندك في الجرامر وفي تركيب الجمله بطريقه لذيذه ومختصره هتفيدك جدا. Let's start. في كل حلقه هنتكلم على خطأين او ثلاث اخطاء من الاخطاء المتكرره والمشهوره لما احنا بنيجي نركب جمل في اللغه الانجليزيه. Let's start النهارده مع The mistake number one أو الخطأ الأولاني. أول حاجة معانا النهاردة هو wanna to، وده خطأ طبعا، we gonna to. بسمعها منكم كتير جدا ومع الناس اللي بياخدوا معايا courses. خلينا نشرح لكم الموضوع بسرعة. wanna اللي هي بمعنى عاوز، أصلها want to. wanna want to. we gonna اللي هي بمعنى سوف، لما بنيجي نتكلم عن المستقبل كلمة عامية زيها زي wanna، أصلها going to، بس احنا في المحادثة بنستخدمهم كنوع من أنواع الاختصار. الخطأ بقى ان احنا لما بنيجي نعمل جملة بنستخدم wanna كأنها want to. مثال بنقول I wanna to drink، يعني انا عاوز اشرب، وده غلط. المفروض تقول wanna من غير to، تقول I wanna drink. لما نحب نقول مثلا انا هسافر او سوف اسافر بنقول I'm gonna to travel، وده غلط. المفروض ما تستخدمش to، الجملة الصح هي I'm gonna travel. لكن لو مصري تستخدم to يبقى في الجملة الأولانية هتقول I want to drink، وفي الجملة الثانية هتقول I'm going to travel. لكن wanna و gonna بنجيب بعدهم الفعل على طول. I wanna drink، I wanna make، I wanna play، I'm gonna travel، I'm gonna move، I'm gonna dance. اوكي؟ تاني خطأ، يلا بينا. تاني خطأ معانا ان احنا ما بنبقاش فاهمين ان في صفات كتير في الانجليش بتنتهي ب ing و ed، يعني نفس الكلمة بيبقى في منها نسختين، نسخة ing ونسخة ed، زي boring bored، tiring tired، interesting مش interesting. ها الحلقة جرامر بس ما يمنعش برضو نعرف شوية نطق. interesting interesting we interested interested. الفرق اللي اتشرح لنا في المدرسة للأسف من أغلب الناس ولسه في ناس فاكر كده، يقول لك إن الصفة الأخيرة ing دي بتستخدم مع الأشياء للأسف الشديد، يعني أنا حزين جدا، والصفة اللي أخرها ed دي بتستخدم مع البني أدمين. هو مفيش حاجة اسمها كده، ركز معايا في الكلمتين اللي فوق دول، دي فعل. يعني الكلمات دي كلها أو الصفات دي كلها بيبقى الحدث اللي حصل المصدر، وال ed دي بتبقى رد الفعل، يعني اللي حصل لي بسبب الحاجة دي. أفهمك أكتر؟ لما اقول لك this man is boring، الراجل ده ممل، يعني هو المصدر، الراجل هو مصدر الملل. انا ايه اللي بيحصل لي؟ انا ببقى bored، ببقى ملان. I'm bored. ليه انا ملان؟ لان الراجل because the man is boring. خد بالك انه ممكن يبقى راجل وممكن يبقى فيلم. The film or the movie is boring، الفيلم ممل. ايه اللي بيحصل لي؟ انا برضو ببقى I'm bored. فانا دايما رد الفعل، انا اللي بيحصل فيا، الصفات بتاعت الاي دي. نيجي بقى نطبق نفس النظريه دول على tiring و tired. tiring هتبقى بمعنى متعب، ده الفعل، زي ما اقول لك اليوم متعب، this day is tiring. وممكن اقول لك الولد ده متعب، this boy is tiring. بيعملوا فيا انا ايه بقى؟ انا ببقى tired، رد الفعل I'm tired. اخر واحده معانا interesting، we interested. interesting يعني شيق، ده الفعل، الحاجه اللي احنا بنهتم بيها. لما بيبقى في حاجه شيقه بيحصل لنا ايه بقى؟ ببقى انا مشتاق ليها، ببقى متحمس ليها، ببقى مهتم بيها، اللي هي interested. interested يبقى the book is interesting، الكتاب دوت شيق. فانا ببقى ايه؟ I'm interested، انا مشتاق ان انا اقراه. I'm interested because the book is interesting. او ممكن يبقى واحدة، this woman، الست دي is interesting، الست دي شيقة. بيحصل لي ايه؟ انا ببقى مهتم ان انا مثلا عاوز اتعرف عليها. I'm interested. فالموضوع ملوش دعوة باشياء، مفيش حاجة اسمها كده خالص، ده فعل وده رد فعل، وده تاني خطأ معنا.
في حلقة النهاردة كان معانا خطأين بس، أتمنى تكونوا استفدتوا وما تعملوهمش تاني. إن شاء الله في الحلقات القادمة هيبقى معايا 3 أو 4 أخطاء في كل حلقة، بس المهم الشير واللايك بتاعكم، لأن دوت الحاجة الوحيدة اللي بتأكد لي إذا كنت أنت حابب السلسلة دي وبتفيدك بجد ولا لأ، فمفيش مؤشر تاني غير كده. Please like and subscribe عشان نوصل لناس أكتر والسلسلة نكملها إن شاء الله. Thank you and wish you all the best.